مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. عندنا اليوم العديد من الموضوعات، يعني في موضوع مهتم بالبر والطبخ اللي يصير بالبر دايم. لكن قبل أبدأ حلقة الليلة بعلق على موضوع أمس طرحناه، كان يتكلم عن بائع اللوز محمد الزامل وأمانة الأحسن. اليوم تلقيت اتصال من المهندس عادل ملحم أمين أمانة الأحسن، قال خلونا احنا ولدنا لا تتدخلون، ما لكم دخل، احنا ولدنا نصلح. راح لهم محمد الزامل اليوم في الأمانة وجهزوا له الأمانة محل أيضا في سوق الخضار. والمهندس عادل ملحم يقول سأدعم أي شاب سعودي يتقدم لنا أو يحاول يوصلنا، احنا بنوصل له قبل. هذا شيء جيد صراحة من الأمانة. والشيء الأهم ولده محمد الزامل يقول احنا وياه بنصلح لا تتدخلون، هو استقبله اليوم عنده بالمكتب. وهذا جدا أمر مهم أنه المسؤول يتفاعل مع ما يطرح بالإعلام وأيضا يسعى للحل. شكرا مهندس عادل، شكرا لأمانة الأحسن على هذا التفاعل الغير مستغرب بصراحة عليهم من أول ما بدينا احنا وياهم، وأمورنا إن شاء الله طيبة وإن شاء الله تستمر إلى أطيب في الفترات الجاية. نروح لأبرز عناوين حلقة الليلة. صوت مثلوه بانفجار يرعب أهالي طابة حايل، والزلازل تقول الحالة طبيعية. ودورات البدايع تتم بدون تنسيق وتتسبب في بعض الحوادث والازدحامات. والرياض على موعد مع افتتاح مجمع كبير في شمال العاصمة، بتشوفون معنا أيضا في حلقة اليوم. البسطات مصدر رزق يفتح بيوت، أم عبد الرحمن أحد حالات النجاح. والمهنة يؤكد الأوقاف عمود فقري للتنمية. والسعوديين في الصحراء شعراء وطباخين. التنبيهات اللي أبدتها إدارة المرور في البداية للبلديات نظير كثرة الدوارات في الطرقات وسوء تنفيذها هندسياً، إلا أنها ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، وسببت الحديث الكثير من الحوادث في المنطقة والاختناقات المرورية اللي المواطنين يشتكون منها. أشغلت دوارات محافظة البدايع بالقصيم خلافاً بين البلدية والمرور والمواطنين لكثرة الحوادث ولمخالفتها قواعد السلامة المرورية، مما جعل مرور المحافظة مدعوماً برأي المواطنين يطالب البلدية إيقاف استحداث دوارات جديدة وعمل معالجات للقائمة. ناظر الإشكالية اللي موجودة والذي المواطن دائماً يتشكى منها هو انسيابية الدخول الدوار، وهذا في فجوة ما بين السلامة المرورية والبلدية والمحافظة. بالنسبة للدوارات، ظاهرة صحية وجدت الدوارات ونزعت آخر إشارة تقريبا ما يقال بعقدة من الزمن، إلا أن بعض الدوارات البعض منها وليس كلها غير تطابق مواصفات المرورية الهندسية وتحتاج إلى إعادة ترتيب مرة أخرى. الدوارات التي أشغلت الخلاف هي من أكسبت المدينة طابعا جماليا وميزة حضارية، حيث احتفلت المحافظة قبل سنوات بأنها الوحيدة الخالية من الإشارات المرورية على مستوى المملكة. فهد الجهني، الإخبارية، القصيم. طيب، الحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف رئيس بلدية البداية الأستاذ يوسف الخليفة. أهلا أستاذ يوسف. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله، مسيت بالنور. يا مرحبا. هلا أستاذ يوسف. يعني بصراحة الناس متضايقين شوي، فأنت ظهورك الآن يعني بيخلينا نوصل لحل وسط. هل في اتفاق بينكم وبين المرور على هالدوارات اللي موجودة في البداية؟ استاذ عبد الله كمل لي من الوقت علشان ممكن اذا بغيت اشرح بس شويه. اشرح يا اخوي، ما عندك مشكله. الوقت مفتوح. انت امرنا امر، بس طلوعك هذا مهم عندي. يطول عمرك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه اهلا وسهلا فيك. حياك الله. تقدموا قناه الاخباريه حقيقه من الوطن الغالي. الله يسلمك.
نقل الصورة المشرقة وكذلك أيضا نقل الملاحظات وتحفظات بعض المواطنين على جميع القضايا. جميل. بالنسبة طال عمرك للدورات يعني محافظة بدأ سابقا كانت خصوصا طريق الملك عبد العزيز وهو الشريان الرئيسي للمحافظة. أيوة. فيه أكثر من 6 إشارات مرورية طريق الملك عبد العزيز، فكان تذمر حقيقي قديما بكثرة الإشارات المرورية. طبعا صار في دراسات بين المجلس المحلي والبلدية والمرور سابقا يعني من أكثر من 15 أو أكثر من تقريبا 15 سنة. أي. فصار طال عمرك في دراسات توصلوا بك الوقت أنه ينشأ دورات على الطريق. أيوة. الحمد لله يعني أدت الغرض منه وقلت نسبة الحوادث بحكم الإشارات المرورية في تذمر أيضا يعني مثل الدورات الناس في تذمر منها أيضا الإشارات فيه تذمر. فاللي صار طال عمرك انه استبدلت الاشارات الدورات على طريق الملك عبد العزيز، والطريق هذا طال عمرك ينقل الحركه من جنوب الغرب منطقه القصيم الى الشمال خصوصا مدينه بريده يعني جامعه القصيم المطار جميع المشاريع والمرافق الحيويه الناس ماشي مع الطريق هذا. ما في شك فيه ازدحام، احنا ما ننكر فيه ازدحام، ومع الازدحام وايضا كثره عدد السكان كانت محافظه بدايه طال عمرك قبل يمكن عام 1425 بالضبط كان عدد السكان حوالي 45,000 نسمه. الان لدينا طال عمرك 72,000 نسمه المحافظه في العام اللي احنا فيه هذا. طيب. طبيعي انه يصير فيه ازدحام، طبيعي انه يصير فيه يعني الدورات احيانا ما تستوعب العدد الكبير من من من, من السيارات. ايه حنا والمرور وسعادة المحافظ واللجنة السلامة المرورية بالعكس نعمل الكل الهدف واحد وهو طال عمرك حل مشاكل المواطنين. بس المشكلة ترى اللي قاعدين يقولونها الآن إنه ما في اتفاق بينكم وبين المرور، عشان كذا الناس هم اللي يتضرروا بالأخير. يعني لو كان لا 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 أنت والمرور الأمور طيبة كان مشوا الناس ما عاد في الزحمات. لا بدنا احنا والمرور يعني على بالعكس على اتفاق، وحنا ان شاء الله هدفنا واحد سواء البلديه المرور او اي مرفق. الحديث عن دوار من اكبر الدوارات عندكم اللي هو دوار التنميه. نعم. الدوار هذا تم بدون اخذ كلاء يعني الاذن او يعني الاستئناس براي لجنه السلامه المروريه، صحيح؟ استاذ عبد الله الدوار هذا انا طلعت على الخبر الصحفي اللي نشر. ايه الدوار طال عمرك له اكثر من 16 سنه منشئ. اها. له أكثر من 13 سنة يعني البلدية حتى ما حركت فيه وما غيرت مسار الدوار ولا سوت فيه أي حاجة. اللي صار طال عمرك إنه البلدية أسندت إنشاء مجسم جمالي داخل الدوار لأحد مقاولين البلدية، المقاول مر على جميع المرافق الحكومية ومن ضمنه على رأسهم طبعا المرور أخذ فسح أو رخصة. بس تسمح لي أستاذ يوسف، يعني الدوار موجود من أول، انتم بس حطيتوا جوة الدوار انه شيء مجسم جمالي. نعم. اجل هذا ما تاخذون في راي احد، الموضوع عادي يعني في هالخصوص يعني. لا بالنسبه للمجسم اخذنا فتح. لا انا اقول حتى زي هالموضوع انه الموضوع بلدي وفي الاخير انت ما بتنشئ شارع، انت مجرد شكل جمالي فمش محتاج انك تاخذ اذن احد يعني اتصور. لا بالعكس، احنا استاذ عبد الله والله يعني حتى بالمحافظه يعني نعمل يد واحده سواء سعاده المحافظه المرور فرع المياه الكهرباء. ما في شك انه يصير في احيانا بعض التاخر، هذه نقطه. النقطه الثانيه استاذ الله، احنا حتى الان ما بدينا بعمليه اعاده تصميم الدوار. طبعا الموقع هذا اللي فيه الدوار مثال القضيه هذا عنده عده احياء سكنيه يعني خلال سنوات بسيطه زاد عندنا يمكن 6-5 احياء. طبعا اكتملت يعني في بعض الاحياء تم تخطيطه قبل 4 سنوات، الان يمكن نسبه البنا فيه يتجاوز 80%. طيب. طيب برايك في حل استاذ يوسف الفتره الجايه يعني للحيلوله دون انه يكون في ازدحامات الفتره الجايه من قبلكم، في حلول يعني قاعدين تشوفونها او اتفاقات بينكم وبين المرور عشان الاهالي اللي قاعدين يتضررون من الزحمه يعني؟ والله ان شاء الله احنا يعني الهدف الأول لأي قطاع كان خصوصا البلدية بحكم أنه بالميدان دائما صحيح وعلى تماس مع حياة الناس يعني يعني بالعكس أنه والله يعني قادر ما نستطيع أنه نلبي رغبة المواطنين اللي فيه مشكلة نحاول نحلها. عندنا
لجنة التمرير قائمة واجبها على أكمل وجه. الإخوان بالمرور سعادة مرور المحافظة يعني حتى قبل 3 أيام وأربعة وصلنا خطاب شكر منه على تعاوننا مع بعض وعلى نشر وسائل السلام المرورية. ما الخلاف إطلاقا لا يمكن يصير يعني. الحلول عندنا الآن طال عمرك وزارة النقل تنفذ طريق دائري جنوب المحافظة. أتوقع بإذن الله أنه سيخفف الحركة المرورية من الريان الرئيس اللي هو طريق الملك بايزة. لأنه المسافرين يعدون من نص المدينة صاير الآن طال عمرك. الآن يمكن أغلب الازدحام اللي صاير من مثل ما قلت لك قبل شوي أنه الحركة يعني يمر آلاف السيارات طلاب جامعات أساتذة مسافرين المحافظة منتصف المنطقة. لكن الحلول بالعكس حنا نرحب يا سيد عبد الله من خلال برنامجكم هذا حنا مستعدين أبواب اللي يمرون فيها المرور وغيرهم حنا مستعدين. وحنا بصراحة هذا اللي شفناه منك يعني الشباب أول ما اتصلوا عليك الله يجزاك خير على طول تجاوبت أبداً. وأتمنى هالتجاوب يستمر بس ما تزعل منه بس لا سيد عبد الله أنا تحت خدمتك الله يجزاك فوق الأمر هي خدمة وطن يعني ولاة الأمر الله يحفظهم يوصون على الشيء هذا. تسلم الأستاذ يوسف الخليفة رئيس بلدية محافظة البدايع بالقصيم شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. الحين بنروح نشوف واحد من شهدائنا اللي ضحوا بأرواحهم فداء لهالوطن ورجعين من ثاني. لا تروحون بعيد معنا كثير من القضايا اليوم. قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء وعن بلاد الحرمين ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه في الداخل والخارج. تجتمع حرفية الجودة بالتصاميم المميزة والخامات الجديدة. تأكد أنها أشمغة وغطر بروجي الشتوية من عجلان وإخوانه. جودكم منكم وعودكم منا. تخفيضات تصل إلى 50% في جميع فروعنا بالمملكة. الدخيل للعود اسم تثق به. ثوب دروش الشتوي الحل الأمثل للأناقة. والآن ثوب دروش فروة بأناقة الثوب السعودي وبطانة الفروة من عجلان وإخوانه. جودكم منكم وعودكم منا. تخفيضات تصل إلى 50% في جميع فروعنا بالمملكة. الدخيل للعود اسم تثق به. تعد مهنة بيع الشاي والقهوة في الطرقات من المهن اللي انتشرت في الآونة الأخيرة لها فترة يعني، خصوصا هذه صارت في المناطق اللي يمرها كثير من الناس. في التقرير التالي نروي قصة لأم عبد الرحمن اللي امتهنت بيع الأكلات الشعبية بالإضافة للمشروبات الساخنة. طارق الغامدي معاه تفاصيل هذه القصة وبعدها بتشرفنا أم عبد الرحمن من الشرقية. أم عبد الرحمن سيدة سعودية أبت إلا أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع من خلال كسر حاجز الخوف والحرج لوقوفها في بسطتها الصغيرة لتبيع بعضاً من الأكلات الشعبية التي تقدمها لزبائنها.
الحمد لله مشروعي الحمد لله ماشي، وانا انسانه زوجي موظف بس ما يبقى من راتبه شيء، وانا عندي 13 ولد، وانا اجي هنا عشان اعيش عيالي، والحمد لله يوم ذي ما اجي فيه هنا ما احصل لهم حق الاكل، وان شاء الله ابغى المساعده ابغى يعطوني محل، والحمد لله زبوني ماشيين والحمد لله. هي تعمل بشكل يومي من خلال تقديم بعض الأكلات الشعبية التي يقبل عليها أفراد المجتمع، وأيضا لا تتواجد في المطاعم بمختلف مستوياتها وتخصصاتها، مما يجعل مشروعها البسيط متميزا ومتفردا عن بقية المطاعم. بالتأكيد طبعا هذه الأخوات السعوديات عمل بيت وطبخ بيت ومفضل لنا كشعب يعني، والمطاعم مشاكلها كثيرة زي ما يعرف الجميع يعني، فهم أنا بالنسبة لي مفضلين إذا حضرهم عندهم، ونفس الوقت أنه أغلبها أكلات شعبية يعني لا توجد في المطاعم كل يعني أكثر من نوع، فهذا بالنسبة لي أنا أفضلهم كثير عن المطاعم، وأتمنى أنه يكون لهم رعاية أفضل من كذا يعني، لو مثلا يكون فيه يعني من الجهات المسؤولة أنه يكون أفضل من كذا، هم مجتهدين ويحاولون ويترزقون الله وإحنا ندعمهم يعني. غالب الأحيان الميزة صراحة أنا أكثر مرة أخذت من هنا، الميزة أنه طبخ بيت عادي يكون صحي لحد ما يعني، فالله يوفقهم إن شاء الله يرزقهم يا حبيبي. يستمر عملها لأكثر من 8 ساعات يوميا، وليس لديها إجازة أسبوعية، وذلك من أجل تكفلها بالتزامات 13 طفلا هم أبناؤها تصرف عليهم من إيرادات هذه البسطة. وقت أجي من 10 للساعة 3 في العصر، وقت من 11 لـ4 العصر. تأمل أم عبد الرحمن أن تجد لنفسها مكانا ما بين أصحاب المحلات التجارية من أجل ثبات موقعها وعدم تنقلها من مكان إلى آخر، والذي يفقدها كثير من زبائنها. ما تقوم به أم عبد الرحمن حاليا من أعمال بسيطة تأمل من خلالها أن تكون عنصرا إيجابيا في المجتمع، متطلعة لأن يكون لهذا الأعمال البسيطة استثمار تجاري مستقبلا. طارق الغامدي، الإخبارية، الدمام. تنضم لي من الدمام مباشرة أم عبد الرحمن، هي صاحبة البسطة اللي بتكلم معها عن شغلها اللي قاعدة تسويه طول الفترة الماضية. أهلاً يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. سلام، حياك الله يا أم عبد الرحمن. ودي أفهم كيف بدت فكرة المشروع معاك هذه، كيف أهلاً. يعني لين وصلتي أنه أنا بنزل الشارع وببدأ أشتغل؟ والله ابتدت المشروع ابتدى من لأن مادتنا ضعيفة، والحمد لله أخذت سلف للأغراض اللي في أبيع فيها وتسلفتها والحمد لله، وبدأت بهذا المشروع وحد الآن أنا أقصد بنفس الأغراض، الأغراض اللي معي أقصد فيها يوميا 50 والحمد لله، لحد الآن ظروفي صعبة وبغيت المساعدة يعطوني محل. طيب أنا بدخل على موضوع لحد الآن عيالي ما قدر أحل المدارس، بس ودي أسألك الله يعافيك، بكم بديتي مشروعك هذا؟ كم المبلغ؟ والله بديت بابو 500 سلف. 500 ريال؟ ابتديت ب500 تسلفتها وخذت الأغراض، وتعرفنا عليه صاحب محل ويعطينا أغراض دين ورجعها لها بالتقسيط. طيب كم والحمد لله زبوني ماشي، بس بغيت حول شهرين. لك شهرين؟ ايوه. طيب انت الان يجونك البلدية يعني يضايقونك البلدية، يجون عندك يقولون لك ليش انت باسطة هنا؟ ايوه يجون البلدية يقولون يلا شيلي اغراضك، وما يتكلمون على الهنود اللي في الشارع اللي يبيع بليلة يبيع ايس كريم يبيع كل شيء، ما يجون الا للحريم اللي مسكينات، وانا مسكينة شاقي علي 13 ولد. انت عندك 13 ولد؟ دواما اذا جو وقالوا شيلي اغراضك هذه خسارة لي، ما احصل يوم الثاني اللي اشتغل فيه واكل عيالي. طيب الأسر المنتجة ما تسمعين بموضوع اسمه الأسر المنتجة ولا من هالكلام، ما سمعتي عن هالمواضيع؟ لا والله ما قد سمعت، أنا قدمت على باب رزق ايه؟ ودقيت عليهم ايه؟
وقالوا لي قالوا لازم أدخل على الموقع، وأنا إنسانة لا عندي شهادة، لا أعرف أقرأ لا أعرف أكتب ولا شيء. طيب. وقالوا لازم أكون أدرس وأكون عندي شهادة. طيب بعطيك عرض أنا أمول إن شاء الله على أمانة الشرقية، ليش ما تروحين للأمانة يوم الأحد وحنا نساعدك بالتواصل مع الأمانة أمانة المنطقة الشرقية، وعشان يحطون لك بعدين محل ويساعدونك، لأنك أنت تقولين أنا ما عندي محل، هم ترى عندهم الخدمة هذه ممكن يقدمونها لك يوم عبد الرحمن. إن شاء الله. وش رأيك إحنا بنعطيهم رقمك ونخليهم يتواصلون؟ كيف يعني أروح لهم؟ تروحين للأمانة أمانة الشرقية. أيوه. ها ودك؟ هم بيدقون علي وبيتواصلون معي. ولا تزعين، خليهم يدقون عليك ويتواصلون. أيوة. معكم ما يقصرون إن شاء الله في هالموضوع وغيره. إن شاء الله. طيب مكانك أنت مو حار عليك؟ يعني حر وأحيانا برد، الفترة هذه في برد عليكم، يعني ما في مظلات، ما قاعد أشوف في أشياء يعني سلامة لك أنت يا أم عبد الرحمن؟ لا والله أنا صابرة عشان رزق عيالي. عشان رزق عيالي ولازم اتحمل كل شيء. طيب عشان عيالي. طيب خليني أنا معايا الآن على الهاتف المدير التنفيذي لجمعية تعافي الخيرية الأستاذ مبارك الحارثي. أهلا أستاذ مبارك. أستاذ مبارك معي؟ أي نعم. ألو السلام عليكم. حياك الله أستاذ مبارك، يعطيك العافية. أي نعم. الله يعافيك طول عمرك. زي أم عبد الرحمن الحالات اللي قاعدة يعني تصرف على 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 13 بالبيت، وش ممكن يقدم لها عشان يعني تكون هي عافة نفسها وعافة بيتها، يعني في محل لها خاص بدون ما يضايقونها اللي يبغون يحاولون ينظفون الشارع أو يهتمون بنظافة الشارع فيقولون روحي محل؟ أول شيء أشكر مداخلتكم، أشكر برنامجكم الرائع. الأمر هذا يتطلب تضافر الجهود، سواء كانت الجهود الحكومية أو رجال أعمال، وبالأخص الدور الثاني الهم الكبير عليه هو الأمانات المناطق. يعني احنا نلاحظ الآن مثل حالة الأخت المذكورة في التقرير، يعانون الأمرين، سواء كان من أزمة الفقر اللي يعانونه أو من أزمة النظام الذي لا ينطبق على مساعدتهم. بينما في المقابل مثل ما ذكرت الأخت، نلقى بعض الفئات سواء كانوا الأجانب أو المقيمين الآسيويين مثلنا والأفارقة وأيا كان المسمى، نلقى يتجاوزون حين الأنظمة ومع ذلك يغضون الطرف أو لا يركزون عليهم بشكل كبير. هذا أبناء البلد ويعانون الأمرين، وإذا إحنا ما وقفنا بجنبهم سواء كانت رجال أعمال أو الجمعيات الخيرية أو الأمانات فتنتشر الجريمة، لأن الدراسات الاجتماعية تؤكد أن كلما زاد الفقر كلما زادت الجريمة بسبب حاجة الفقير. أستاذ مبارك. نعم. عشان نكون شوي عمليين، نبغى الجمعية عندكم يفزعون لها عند الأمانة، وحنا أيضا بدورنا بنفزع لها بعد عند الأمانة بحيث يكون لها محل، لأن عندها زبائن هي. أول شيء جمعية التعافي الخيرية تهتم بالمدمنين وأسر المدمنين. أنا عارف. أنا بحكم أني أخصائي اجتماعي ولي علاقات سواء في جمعية البر أو بعض رجال الأعمال، فحق واجب صراحة مساعدة مثل هذه الله يجزاك خير أو الأسرة الثانية، وهذا واجب عنا على كل حال. الله يجزاك خير. أم عبد الرحمن وش نقول لها؟ احنا نقول لهم عبد الرحمن كان الله في عونها على كل حال. اي بس كيف تراجعكم؟ نعم اقول نبيها تراجع، ما نبيها تراجعكم والله، لان هي تقول لا اكتب ولا لا اقرا ولا اكتب وعندي مشكله في التواصل. احنا ودنا ان توصلوا لها، تشترون منها الاكل الطيب ذا وبعدين تفزعوا لها. والله حق واجب على كل حال، وانا باذن الله سبحانه وتعالى اتواصل معها شخصيا. الله يجزاك. واربطها باذن الله سبحانه وتعالى مع زملائنا في الامانه او مع بعض رجال الاعمال الداعمين، لكن احنا ما عندنا الاسره هذه، احنا عندنا امثالها عشرات. انا عارف والله. يعني اذا ما كان في حل جذري لهذه المشكله فمع الوقت حيزداد الاشكاليه، حيزداد الفقر، حتزداد الجريمه،
والمجتمع كله حيعاني المشكله هذه. بس انا والله هامني كثير انه يعني احنا وياكم تضافر الجهود احنا وياكم وايضا الامانه، بحيث يعني ام عبد الرحمن نبي نسوي لها تقرير في محلها، في محل لها خاص. باذن الله سبحانه وتعالى ايدي مع ايديكم، وباذن الله سبحانه وتعالى زملائنا في الامانه ما يخيبون الظن، ورجال اعمال ان شاء الله ما هم قصرين. الله يجزاك خير. والله يوفقها ويسهل امرها باذن الله سبحانه وتعالى. وبصراحه صارت ثقافه يعني صارت ثقافه جدا ممتازه، لاحظها في الشواطئ في الكورنيش. ايه؟ انتشار مثل هذه الاغذيه اللي يعني المؤكد انها افضل بكثير جدا من المطاعم. تصدق هذا كلامي انه هذول والله العظيم انه يعني زي امهاتنا، يعني شغلهم بالبيت زي اللي يصير في بيوتنا، يعني صحيح مستوى صحيح. النظافه عالي، كانها تطبخ لعيالها. انا والله تعاملت معهم عن قرب الناس هذولي. ايه؟ الامانه من افضل الطبخ، وبصراحه على بشكل سلامه بشكل عاليه جدا، بعيدا عن الزيوت اللي تكرر في المطاعم يمكن بعضها اسبوعين يروح. الاخوات هذول عملت معهم عن قرب كثير جدا، الامانه يعني سواء كان في جوده الطبخ في ابداعهم، فلازم صراحه نحط ايدينا بايديهم وسندهم. بعدين ترى هذول الاسر اللي قاعده تنتج وقاعده يعني تشتغل هالشغله، ترى هذول اضافه للبلد وما هم بعبء. ها هذه لازم تكون صحيح. بصوره دائما صحيح. في نقطة ثانية بس بوضحها، أنا حضرت ملتقى أو بعض ملتقيات الأسر المنتجة. الشيء السيء في هذا الشيء إن صار في أسر أصلاً يعني أنا أعرفهم شخصياً، بعضهم يا أخي تجار، وصاروا ينافسون مساكين هذول في بساطهم وفي تسويق منتجاتهم على التويتر ولا على الانستغرام بشكل عام. أتمنى بس أن يكون في دقة جداً لاختيار الأسر المنتجة فعلاً ودعمها. صار الآن يدخل في الشغلة هذه اللي يستحق واللي ما يستحق، وهذه مشكلة. صحيح. الأستاذ مبارك الحارثي مشكور على هالمبادرة اللي إن شاء الله يا رب أنها تلقى النور إن شاء الله من خلال علاقاتكم بالمنطقة الشرقية، المدير التنفيذي لجمعية تعافي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. أم عبد الرحمن. أيوة نعم. وش رأيك في الكلام؟ الحمد لله، الله يجزيكم خير إن شاء الله. الله يجزيكم خير إن شاء الله ويسر دربكم إن شاء الله. آمين رب العالمين. طيب مستوى النظافة عندك شلون يا أم عبد الرحمن؟ عالي شكرا ولا؟ شكرا شاكر. ها؟ كيف؟ أقول مستوى النظافة يا أم عبد الرحمن في الأكل شلون؟ لا الحمد لله، أكلي نظيف وزبوني ما شاء الله حتى يجوني للبيت. هذا والله شيء مرة مهم وشيء يعني كثير من الناس يحرصون عليه. شكر لك أم عبد الرحمن، بصراحة يعني حق علينا واجب علينا ندعم زيك أم عبد الرحمن. بس أعطينا المكان اللي أنت موجودة فيها الآن بحيث الناس اللي يبغى يجيك يقدر يمرك، وين مكانك؟ يعني وصفين محل ما أبيع ولا البيت؟ لا أقول وصفين مكانك اللي تبسطين فيه. مكان البيت البسطة، مكان البسطة وينه؟ عند إشارة فيتامين، إشارة شارع الخوازمي. ايوه عند إشارة فيتامين، شارع إشارة فيتامين اللي عند فيتامين. ها اللي الخوازمي اللي بيزور ام عبد الرحمن وبيشتري منها، احنا نشجع اللي بيشتري من عند ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن تستاهل كل خير، هي وكل اللي يعني يعملون مثل هذا العمل الشريف. شكرا لكم ام عبد الرحمن، يعطيك العافيه، وان شاء الله انه نشوفك في محل ان شاء الله قريبا باذن الله. شكرا الله يعطيكم العافيه. سياسي لأنهم هما ما رحموا الضحية، لكن هؤلاء لا يرتجعون. كل أثناء التعليم والمعلومات. إصرار إسرائيل على تنفيذ مخططها بحق الأقصى الشريف. هل تتوقع حل هذه الأزمة السورية قبل أن تكمل عامها الخامس؟ ولا يوجد في الأفق أي حل سياسي.
أهالي الرياض على موعد بإنشاء مركز تسوق جديد كبير ينضم إلى مراكز التسوق اللي صايرة يكثرة في الرياض، مسمى المجمع هذا العرب، اللي من المقرر أن يتم إنشاءه على طريق الملك خالد بمحاداة طريق الملك عبدالله وصولا لطريق العروبة. يحوي المجمع ذو التصميم المعماري الرائع محال تجارية متنوعة على مساحات كبيرة، إضافة إلى مراكز ترفيهية ومطاعم وخدمات أخرى. عبد المحسن التميمي جاب لنا التفاصيل. تجري الاستعدادات في العاصمة السعودية الرياض على قدم وساق لإلباسها حلتها الجديدة لتجعل منها وجهة عالمية رائدة من خلال تنفيذ آلاف المشاريع في مختلف أنحائها بكلفة تقدر بنحو نصف تريليون ريال. العرب مول سيكون أحد أكبر مراكز التسوق بالرياض بمساحة 250 ألف متر، حيث يتميز بموقع فريد، مشروع متكامل ذو مستوى رفيع سيكون محط أنظار العالم، كما سيتم تصميمه بشكل بنية معمارية رائعة تقدم خدمات شاملة ومتنوعة لمعارض التجزئة وتوفير أماكن وخدمات الترفيه في بيئة رئيسية مبتكرة كاختيار أولي ووجهة أساسية للتسوق في مدينة الرياض. كما نشرت مؤخرا صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن تقرير حول إصلاحات اقتصادية جذرية متوقعة في السعودية خلال الفترة المقبلة تتركز حول محاولة المملكة بخفض اعتمادها على النفط وتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع القادمة. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض. للحديث عن هذا الموضوع ينضم لي هنا في الاستوديو الأستاذ خالد الشرهان، وهو مهتم بالأمور السياحية اللي تصير دائما والخدمات اللي تقدم. أنا ودي أدخل معاك يعني عن المشاريع اللي صايرة في السنتين الماضية، أتكلم عن المشاريع السياحية اللي موجودة في المملكة، كيف تشوفها؟ كيف تشوف مستوى الخدمات اللي موجودة فيها؟ مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. أنا طبعا أنا بتكلم على أني يعني من أبناء البلد اللي قاعد يشوف نهضة يعني كبيرة جدا في يعني عهد موسى، هل في عهد الملك عبد الله الله يرحمه، والآن في عهد الملك سلمان الله يطول عمره وأولياء العهد. الآن احنا نشوف الحمد لله جميع القطاعات الحكومية والخاصة يعني على قدم وساق مثل يقول علشان يطورون في ورشة البلد. عمل في ورشة عمل كبيرة جدا لتطوير مناطق المملكة ومحافظاتها وهجرها على مستوى راقي جدا يليق بالمملكة وسمعتها عند الدول الثانية. طبعا بالنسبة للأشياء اللي احنا نشوفها الآن، أنا لي الفخر أني أتكلم ولو أني ماني مخول، ولكني أنا أبغى أتكلم علشان واجب علي أن أتكلم وعلى كل واحد من أبناء الشعب السعودي. طيب كيف نتكلم عنها خصوصا أنا أتكلم في السنتين الماضية، كيف نقدر نتكلم عن المشاريع في السنتين الماضية؟ طبعا هو امتداد طبعا للسنوات الماضية، الآن التطوير الحمد لله والتحديث بالنسبة للمشاريع. الآن احنا نشوف اتجاه المملكة يعني رفع نسبة العائدات الغير نفطية واللي رأسها سمو سيد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يعني هذه جعلت المملكة تتجه إلى إنشاء العديد من المشاريع الاقتصادية الغير نفطية، وهذا طبعا يحسب للأشياء القوية الآن اللي قاعدة تصير يعني لإنشاء أشياء كبيرة، مشاريع كبيرة. طيب تستفيد منها نتكلم المملكة. عن السياحة، الأشياء السياحية، الخدمات السياحية اللي موجودة، هل مستواها قاعد يرتقي للي الناس قاعدة تطلع له؟ والله شوف بالنسبة للسياحة يعني على رأسهم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، يعني وحتى كذلك القائمين على الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يعني تأكد أنهم يعني
كل الأوقات يعني يسعون أنهم يجتهدون في إنماء هذا البلد من ناحية الواجهات السياحية والتراثية وكذلك الأشياء الترفيهية والمتنزهات وما يشابهها من الأشياء هذه. فالآن طبعا الاهتمامات كبيرة على حسب مناطقها وعلى حسب قربها وبعدها، وإحنا ما ننسى أن المملكة يعني مترامية الأطراف وفيها مثل يقول آلاف الكولوات، صح صح. فهذه الآن كلها مترابطة في شبكة واحدة مع مكتب سمو سيدي الأمير سلطان بن سلمان بالتطورات بالأشياء اللي تصير بشكل مستمر. هل السياحة ممكن تجعل المملكة وجهة سياحية زي ما هي أيضا وجهة دينية وأيضا وجهة سياحية، لكن باقي يبغى لها أيضا شغل كبير في هالجانب؟ ولا بد من الشغل، ولكن الآن الجميل في الموضوع أنت طرحت كلمة أنها واجهة سياحية دينية إسلامية ممثلة في الحرمين الشريفين، وهذه تعتبر بالنسبة لنا أكبر فخر. ولكن لما ننزل للمناطق والمحافظات الأخرى نجد فيها أماكن سياحية وتراثية جميلة جدا. الآن صرنا نستقطب ناس من دول عربية ودول أوروبية علشان يشوفون التراث اللي عندنا، تراث عريق صحيح. من آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا، والحمد لله الآن صرنا واجهة سياحية. واحنا ما ننكر ان احنا نبغى اكثر من يعني الناس القائمين على السياحه، لان وحتى على الخدمات السياحيه يعني زي الاسواق، يعني كثير من المستثمرين قاعد يتجه فقط انه قاعد يسوي اسواق، وترى مو هو بالاستثمار فقط انك تسوي اسواق ان هذا استثمار سياحي، في استثمارات سياحيه كبيره جدا غير الاسواق. لا هو تاكد انه الهيئه العامه للسياحه والتراث الوطني تقوم على مشاريع كبيره، ولكن احنا تعرف يعني هذه يعني دائما يجعلونها على خطط تاخذ وقت شوي، ولكنها في الاستفاده بتكون مثل يقول احنا الان بدانا من حيث انتهى الاخر. يعني راح يكون احنا شغلنا باذن الله الافضل، وراح يكون واجهة سياحية لدول العالم كلها، وإحنا متأكدين من حكومتنا ومن قيامها بالأعمال هذه. أخوي خالد شرهان شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، إن شاء الله نسمع كل علم زين الفترة إن شاء الله. الله يعطيك العافية، شكرا يا هلا وسهلا، حياك. تمشط فرق السلامة التابعة للدفاع المدني بمنطقة حايل مواقع في قرية طابة شرق حايل، اللي أكد أهلها أنها تعرضت لهزة أرضية بعد سماعهم لصوت انفجار. فيما أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في حايل الرائد نفع الحربي أن التصريح لمثل هذه البلاغات من اختصاص المركز الوطني للزلازل، مبينا أن فرق الدفاع المدني لا زالت تمشط الموقع. طيب، وعشان نتكلم عن هذا الموضوع معي من جدة مدير مركز الزلازل والبراكين هاتفيا المهندس هاني زهران. أهلا مهندس، حياك الله. يا سيدي طمنا، إيش اللي صاير في حايل؟ إيش التفسير العلمي لما حصل؟ أولا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حدثت هزة أرضية بقوة 2.3 اليوم صباحا الساعة 6:18 ومركز الهزة على بعد 9 كيلومتر شمال قرية طابة. حقيقة أنه تعتبر هذه الهزة داخل حرة اسمها حرة هتيمة، وتحتوي هذه الحرة على معالم ومظاهر بركانية وجيولوجية مميزة، وهي عبارة عن سلسلة من الطفوح البركانية البازلتية تكونت خلال 2 مليون سنة الماضية وخرجت من الصهار اللي صعدت من باطن الأرض عبر الفوهات البركانية. والهزة الأرضية هذه هي هزة طبيعية بتحدث على فترات بعيدة، يعني فخلال إحنا السبع سنوات الماضية تقريبا رصدنا في هذه المنطقة 10 هزات كلها ضعيفة أقل من 3 درجات، وتعتبر هذه المنطقة هي منطقة حرة بركانية ومنطقة بركانية، ولكن
يعني تعتبر من المناطق البركانية الشبه خامدة، لأنه خلال 10,000 سنة أو 5,000 سنة الماضية لم يحدث فيها أي بركان تاريخي. وبالتالي الحمد لله تعتبر هذه مؤشرات مطمئنة جدا. إيش ممكن نقول للأهالي مهندس هاني اللي ساكنين هناك خصوصا في طابة حائل؟ والله أنا يعني أطمئن الأهالي. الهزة اللي حدثت هزة يعني محدودة جدا وضعيفة، ولا داعي للقلق، لأنه الزلازل اللي تحدث في هذه المنطقة هي ضعيفة من حيث القوة ولا تأثير لها إطلاقا. وكمان أحب أنه أوضح أنه جميع الهزات اللي بترصدها الهيئة بتنشرها آنيا في خلال دقائق على موقعها، على موقع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في الانترنت، ويستطيعوا الحصول على المعلومة بشكل آني وفوري. والهزات اللي موجودة سواء النشاط الزلزالي أو نعم تفضل. ايوه يعني المنطقة والحرة هذه تتميز انه براكينها وحديثة التكوين، يعني انه الثوران البركاني يحدث مرة واحدة ومن ثم لا يعود من نفس الفوة البركانية، ولكن يخرج من فوة بركانية مجاورة، أو يخرج من شقوق أرضية جديدة ويكون فوهات بركانية جديدة ومجاورة. فهذا النوع يسمى حالي التكوين. فبالتالي ما تكون الفوهات البركانية فوهات مركزية زي بعض البراكين في العالم اللي بتحدث وتخرج من نفس الفوهات البركانية. مهندس أنتوا دائما وجودكم وظهوركم أنه يخلي حتى الشائعات اللي اليوم سمعنا شائعات كثير أنه يخليها يعني خلاص توقف. شكرا جزيلا لكم صراحة على هذا الظهور. يعني أنا أرجع أكرر مرة ثانية وأكد أنه المنطقة هذه يعني تاريخيا من ناحية البراكين في خلال السنوات الماضية لم يحدث فيها أي براكين تاريخية، ومن خلال رصدنا في كهزات أرضية تعتبر هذه المنطقة ضعيفة سواء من ناحية النشاط الزلزالي والبركاني، وهذه مؤشرات مطمئنة جدا. من جدة مدير مركز الزلازل والبراكين مهندس هاني زهران، شكرا جزيلا لك. أكد الشيخ سعد المهنة رئيس محكمة القطيف ورئيس مجلس إدارة منارات العطاء أن الأوقاف هي العملاق القادم للمملكة، حيث تشكل الأوقاف العمود الفقري للتنمية في دول العالم. تحدث الشيخ المهنة خلال ندوة وقفية بعنوان كيف تؤسس وقفك بتميز اللي عقدت مؤخرا عن أهمية الأوقاف وشروطها وأنواع المال الموقوف وصيغ الوقف، إضافة إلى إرشادات وتوجيهات ونماذج لصيغ وقفية ووصية أيضا مبتكرة بهدف تمكين المسلم من وضع وقف ناجح ومميز. بالحديث عن الأوقاف وأهميتها ينضم لي مباشرة من جازان محمد الحاكمي رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بجازان. أهلا حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا. حياك الله يا سيدي. أهلا وسهلا أخي عبد الله، وأشكرك حقيقة وأشكر فريق العمل معك على ملامستكم لقضايا المجتمع التي تهم المواطن، وخاصة هذا الموضوع الهام طيب الذي يسمى في بعض الدول بالقطاع الثالث. طيب كيف نتكلم عن الوقف اللي هو تسميه بعض الدول القطاع الثالث كما ذكرت، كيف ممكن نتكلم عن الوقف في السعودية؟ هل هو الآن مستغل بشكل جيد أو أنه في تخوف؟ إيش الوضع؟ والله الحمد لله يا أخي، الوقف أولا هو شعيرة دينية وأفق استثماري واسع رحب، والناس مقبلين عليه إقبال عجيب، لأنه بدأ من خيبر من عمر وباركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق بعده الناس يوقفون في هذا الجانب ويعملون على أنه يؤسسون أوقاف تخدم المجتمع وتنمي الوطن والمواطن. وهناك أمثلة، ودولتنا رعاها الله وحفظها وحفظ ولاة أمرها، مبادروا قبل أن يبادر المواطن في هذا الأمر. كأضرب لك مثال، كجامعة الملك عبد الله هي وقف صحيح، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية
هي وقف، وهي من أكبر الأوقاف ومدرة ولديها تنمية للمجتمع من في 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 عدة أماكن في المملكة، ومؤسسة الملك فيصل، برج الفيصلية هو وقف، صحيح، ومؤسسة الملك خالد وقف. هذا يقودني للسؤال، إنه في عندنا أوقاف في السعودية موجودة تعتبر شاهد عيان على الاهتمام بالوقف، لكن أيضا في الناحية الثانية في أوقاف فيها مشاكل كبيرة جدا وما قاعدة تدر وخربت أحيانا بعضها. نعم نعم، هناك أوقاف لكنها قليلة جدا، ليست بالكثيرة. إيه؟ لديها معوقات، يعني إما أن تكون في الصيغة الوقفية أو في إشكاليات بين الورثة، لكنها تحل حقيقة، يتدخل رجال مهتمين ومختصين في هذا الجانب وتحل، لأن العمل هو خيري في البداية وفي أول أمر، والعمل الخيري دائما يجد الحلول المناسبة والرجال التي تخدم هذا الجانب. في ظل أنه الأوقاف تحت وزارة الشؤون الإسلامية، نعم، وما صارت هيئة، هل هذا أيضا من الأشياء اللي ممكن تعطل؟ إذا صارت هيئة ممكن يكون الوضع أكثر أريحية وبتتحرك بشكل كبير جدا الأوقاف؟ والله يا أخي، أنا من هذا المكان أولا أحب أقدم الشكر لأولاة هذا البلد، وأخص ملك هذه الدولة الملك سلمان حفظه الله لإعلانه بصدور نظام الهيئة المنتظر، والذي نتأمل حقيقة كلنا في أقطاب هذه المملكة أن تؤدي دور تطميني للموقفين، وأن تكون جهة إشرافية تسعى لتطمين هذا الموقف، وأن تساعد وتحاول توجد حلول للعقبات التي تواجه الموقفين. إيه؟ الذين هم مقبلين إقبال شديد على هذا الأمر. اللي ما عنده، طيب احنا يعني الهيئة هي بتكون إن شاء الله بتكون يعني المظلة اللي بتحمي إن شاء الله الوقف، وأيضا بتطور الفترة الجاية، لكن أتكلم عن اللي ما عنده مادة، واللي والمعروف أيضا في السابق أنه كان الصحابة والتابعين وكذا يوقف أشياء بسيطة، كيف نتكلم عن شخص ما عنده مادة ونقدر نخليه يوقف وقف يستمر حتى بعد ما مات؟ يشارك في أي وقف لو بريال واحد. هناك أناس يا أخي نماذج مشرقة، ناس أوقفوا أقلام، وناس أوقفوا بلوكة في 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 مسجد، والوقف هو أفق واسع ورحب، يعني ما يحصر في شيء معين، أو أنه لابد أن تكون عندي مال لكي أوجد وقف ضخم وكبير ودر مال ويفيد أبدا. أي هناك جهات خيرية تؤسس أوقاف وتطلب من الناس أن يتوجهوا للمشاركة في بناء هذه الأوقاف، والحمد لله الدولة تحت مرأة ومسمع منها، وهي تبارك وتشارك كل الجهات الخيرية في هذه الأوقاف. طيب الـ 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 الورثة دائما الناس دائما يتكلمون أنه إذا اختلفوا الورثة بيروح فيها الوقف هذا. الورثة الورث، أيوة، هل يستطيع الواقف، واحد شخص يبغى يوقف عمارة، يبغى يوقف أيا كان، هل يستطيع أن يخليهم أيضا ما يتدخلون، أنه بحيث يعني يحط عليها ناظرين غيرهم؟ أو هنا يأتي دور الاستشارة يا أخي. ايه؟ أنا إذا قررت أني أوقف شيء أبحث عن أناس يخدمونني في هذا الجانب، وأحاول بقدر المستطاع أن أدرس الأوقاف التي سبقت والإشكاليات الموجودة في هذه الأوقاف، وما هي العلاجات المناسبة لأن لا يكون هناك مشكلة تقع بعد موتي. وأكثر ترى المشاكل التي توجد في الأوقاف هي تأتي من 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 الوقف نفسه، من الموقف نفسه، لأنه لا يوجد صيغة وقفية جيدة مرتبة واضحة مضبوطة تضبط حتى النظار. وأنا حقيقة أعول على لجان الأوقاف التي أنشئت تحت مظلة الغرف التجارية في المملكة، وبأن يتوجه الناس، وهناك مراكز استشارية كذلك جاهزة. يا أخي الأوقاف هو العملاق القادم، ولكن هل نحن جاهزون لهذا الأمر؟
ايوه هذا السؤال انه هو عملاق كبير جدا والمجتمع بيشجعه بشكل كبير جدا، لكن المشكله انه العملاق هذا ما قاعدين نشوف له صيغه يعني تكون متفق عليها والجميع يمشي عليها بحيث انه ما حد يخل بهذا الوقف بكره. موجوده اخي عبد الله، موجوده ولكن ومنتشره بفضل الله جل وعلا في الان تدخل مواقع موجوده وعملت لكي يعني مجرد بس تكتب اسمك ورقم الصك والصيغة جاهزة محوكمة عملوها قضاة وقاموا على الإشراف عليها أساتذة ودكاترة ومستشارين في الوقف وكل شيء حقيقة هي لمن يريد أن يوقف. لكن أنا أدعو كل من يريد أن يوقف أن يتوجه، كأنت الآن طرحت موضوع الندوة التي أقيمت في منطقة جازان في الغرفة التجارية للشيخ رئيس المحكمة العامة بالدمام مشكورا الشيخ سعد بن محمد المهنة الذي حقيقة شرفنا وألقى هذه الندوة. اتصل عليه اليوم واحد وأنا معه في السيارة يقول أريد أن أوقف وأريد أن أستشيرك. نقول هذا الصح، صحيح أنك تأتي للمختصين تستشير المختصين، محاكمنا قضاتنا طيب. فيهم الخير طيب. جاهزين نعم. كلنا جاهزون بفضل الله جل وعلا. نعم من جازان رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بجازان، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الحكم، يعطيك العافية. طيب اليوم الخميس يحرص كثير من الشباب هذه الأيام الأيام الباردة هذه خصوصا للخروج إلى البرية للاستمتاع بالأجواء برفقة الأصحاب اللي يتبادلون الأدوار في إعداد الوجبات الشاي والقهوة وأيضا العشاء. مبارك الدجين هو راعي بر فجابنا التقرير، خلينا نشوف تقريره ونرجع. الارتباط بالرمال إرث اجتماعي وثقافي عند العرب، ورغم تعاقب الأجيال واختلاف نمط الحياة إلا أن الحنين هو سيد الموقف عندما يحل فصل الشتاء وتسقط الأمطار. واقع تطبيقات الأجهزة الذكية التي ألغت مفهوم الخصوصية بين الأفراد كشف أن محبي البر والكشتات يتفقون في مظاهر متشابهة إلى حد كبير، فعندما تهجع الشمس في المستقر والمقام يكون التحلق حول من تضيء لهم وتبعث رائحة السمر، مع أحاديث متشعبة لا تنتهي إلا في حالة التنزه مع العائلات حيث المزيد من الرعاية والاهتمام بالأطفال. بالنسبة لي أشوف طلعات الشباب أفضل من ناحية أنه أقدر أخذ راحتي يعني في الليل، أتأخر متى ما تبغى تنام تقدر تنام، بس بالنسبة للعوائل لا، تلزمك أنك ترجع بدري، برضو الأماكن مو أي مكان يصلح أنك تقعد فيه مع العوائل، برضو في من ناحية الطرق الوايرة وهذه صعب أنك تدخل فيها جازف تدخل بعائلة. والله أنا عن نفسي أحب النفود يعني لأني أحب التطعيس ومن هواة التطعيس، وأزم بالنسبة لي أزم من الشعبان وأزم من الروضات لأن وقت أمطار تقريبا الواحد يقدر يستانس في النفود ويقدر يطعس ويروح ويجي. الاستقلال هنا يلزم المهارة ويكرس تبادل الأدوار المنزلية بشكل مؤقت، لكن جودة المنتج متفاوتة وعادة هناك من يقود المسألة حتى النهاية. كل له نفس في عزبته يعني، كلني يعرف المعاميله وكل أموره، والطبخ روعة يعني، حتى الأكل يعني وانت في البر يختلف عن الأكل في جوه الديرة يعني. عندما تبلغ العتمة منتهاها تسكن الحركة ويسكن الحديث، ليبدو كأنه همس المتقاربين إلى حين عودة الشعر والمشاعر، وهكذا هو المشهد للكشاتة في الغالب بعيدا عن الصيد وتفاصيله. يا ونتي منا إلى ما له نهاية، من جروح في ضميري مستكنا، بس يا عيني من الدمع كفاية، المفارق حاصل إلا بالدمنا. بس الأسبوع الماضي ما كان في مطر. بارك زينة الإخبارية الخرارة.
شكرا يا مبارك على هالتقرير، والله يردهم سالمين الشباب اللي في البر اليوم ولا اللي بيطلعون اليوم او بكره. استودعكم الله، ان كنا من الاحياء لنا موعد يوم الاحد باذن الله. مع السلامه.